شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما منا إلا له مقام معلوم. صدق الله العلي العظيم. ملكيتنا نحن البشر للأشياء على نحوين: النحو الأول الملكية الاعتبارية. ماذا تعني الملكية الاعتبارية؟ هنالك في هذا الكون أشياء لها واقعية ذاتية، يعني بعيدا عن اعتبار المعتبر وبعيدا عن فرض الفارض. هذه الأشياء لها واقعية ولها وجود ولها كينونة. هذه الشجرة النابتة في الحقل لها واقعية في حد ذاتها. أنت تفرض أن هذه الشجرة موجودة، أو تفرض أن هذه الشجرة غير موجودة، أو لا تفرض شيئاً، هذه الشجرة موجودة. فإذا لهذه الشجرة واقعية ذاتية، هذه الواقعية لا ترتبط بك ولا ترتبط بفرضك. الأربعة زوج، والثلاثة فرد. هذه الزوجية واقعية ذاتية، يعني منوطة بذات الأربعة. أنت أفرض أن الأربعة زوج، هذا الفرض لا يؤثر في الواقعية الخارجية. أفرض أن الأربعة مو زوج، هذا الفرض لا يقلب الواقع عما هو عليه. إذا فرضنا أنه لم يكن هنالك بشر، بشر ماكو،
قبل أن يخلق الله تعالى آدم، حينما كان عرشه على الماء في ذلك الوقت، الأربعة كانت زوجاً، يعني أنها تنقسم بمتساويين. إذن هذه الواقعية واقعية ذاتية، يعني منوطة بذات الشيء، ولا يؤثر فيها الاعتبار لا وجودا ولا عدما. هذه الأمور الواقعية. الملكية من الأمور الاعتبارية. الملكية ما إلها واقعية. أنت تملك هذه السيارة، أنت تملك رصيدا في البنك، أنت تملك بستانا وبيتا، شنو معنى هذه الملكية؟ فكرنا في يوم من الأيام أن هذه الملكية ما معناها؟ الملكية مجرد اعتبار، يعني أنت موجود، الرصيد في البنك موجود، هل هنالك حقيقة ثالثة نسميها الملكية؟ أنا موجود، هذا المصباح الذي بيدي موجود، هذه حقيقة وتلك حقيقة. عندما تقول أنا أملك هذا الشيء، هل هنالك حقيقة ثالثة نسميها الملكية؟ أكو شيء؟ أكو شيء ينظر بالعين اسم الملكية؟ لا. أكو شيء تلمسه بيدك اسمه الملكية؟ لا. أكو شيء تسمعه بأذنك اسمه الملكية؟ لا. فإذن وين الملكية؟ الملكية مجرد اعتبار. اعتبار يعني شنو؟ يعني ما إلى واحد حق أن يتصرف في هذا الشيء. أنت لك حق أن تتصرف في هذا الشيء. مجموعة من الآثار الاعتبارية، وإلا الملكية ليست لها حقيقة عينية خارجية. إذا كانت الملكية أمر اعتباري، ننتقل إلى النقطة الثانية. الاعتبار يختلف بحسب اختلاف النشآت، لأن هاي مو حقيقة مطلقة، هذه مو حقيقة ذاتية. إذا حقيقة ذاتية، الحقيقة الذاتية لا تختلف باختلاف أي نشأة. الأربعة زوج في هذه النشأة، في الآخرة شلون؟ الأربعة زوج لو فرد أيضا، الأربعة زوج. الزوجية لأنها حقيقة ذاتية ما تختلف باختلاف نشأة أو نشأة ثانية، لا تتغير ضمن معادلات عوالم أخرى، ولكن عندما يكون الشيء أمر اعتباري، بمجرد ما ينتهي ذلك الاعتبار ينتهي كل شيء. الرئيس والحاكم، ما هو معنى الرئاسة؟ الملك موجود، الكرسي موجود، الرئاسة شنو معناها؟ الرئاسة أمر اعتباري، مو أكثر من ذلك. إذا اختلفت النشأة، اختلفت المعادلات، انتهى كل شيء. هذا معنى أن الأمر الاعتباري، أن الملكية فقط في إطار هذه النشأة. إذا واحد غمض عينه بعد كل شيء ماكو، لا ملكية ولا قصور ولا دور ولا أي شيء.
هارون الرشيد الذي بنى ذلك القصر الكبير، واضح أنه عندما حاكم مثل هارون يبني قصرا، واضح شنو معنى ذلك القصر؟ قصر عظيم مجلل، ورد عليه الشعراء واحدا بعد واحد، وكل واحد يمدح القصر ويمدح باني القصر، كل واحد يمدح يشيد يعظم، إلى أن جاء أبو العتاهية فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يهدى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، أنت عش كما تحب، ولكن إلى متى تبقى هذه المعادلة؟ فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. الإنسان في تلك اللحظات الأخيرة يشوف أنه كل كان غرور. غرور يعني شنو؟ يعني واحد بذل أعز ما يملك من العمر، أنفاس عمرك أثمان الجنان، هذا أعظم رأس مال يمتلكه الإنسان. الإنسان بذل أعظم ما يملك، شنو حصل في مقابل؟ لا شيء، لأنه كانت هنالك له بعض العناوين الاعتبارية، ولكن كلها انتهت، كل شيء ما عنده. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذا الشيء اللي كان، هذه الملكية، هذه العناوين، كلها تركناها وراء ظهورنا، لأن ما لها واقعية. هذا هو النوع الأول، الملكية الاعتبارية. النوع الثاني، الملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية لا تتبدل، في أي نشأة كنت هذه الملكية باقية لك. ما هي هذه الملكية؟ ملكية النفس لكمالاتها العلمية والعملية. العلم الذي تناله، هذا العلم ثابت لك وباق لك، العلم لا يذهب، العلم يبقى. اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا. كم تحفظ من الروايات؟ كم تعلم من الروايات؟ هذا العلم باق لك، هذه واجدية حقيقية للنفس. كم تعرف من المعارف الإلهية؟ هذه الواجدية واجدية ثابتة تبقى لك إلى النهاية. كم نملك من الكمالات والفضائل المعنوية؟ هذه تبقى لنا، هذه الكمالات المعنوية والعلمية هي التي تصنع مقام الإنسان في الآخرة. وما منا إلا له مقام معلوم. من اللي يصنع هذا المقام؟ الذي يصنع هذا المقام الكمالات العلمية والعملية. ليش أهل الجنة يخلدون في الجنة؟ لأن هذه النفس التي صنعوها، شلون صنعوها؟ الذكر يصنع النفس. يعني عندما تقول لا إله إلا الله، هذا لا إله إلا الله
دا يصنع هذه النفس. عندما تعطي للفقير درهما، هذا الإعطاء مو فقط دا يلبي حاجة محتاج، دا يصنع نفسك. هذا هو الأثر الآخر غير المرئي، يعني كل عطاء هذا دا يصنع النفس. هذه الأشياء التي تصنع النفس تصنع المقام المعلوم، هذا المقام يناسبه الجنة، ولذلك يخلد أهل الجنة في الجنة لأن هذا مكانهم. ولماذا يخلد أهل النار في النار؟ من اللي صنع هذه الطبيعة السجينية؟ من اللي صنع هذه الطبيعة؟ هم صنعوا. كل كذبة، كل غيبة، كل تهمة، كل ترك فريضة، هذا دا يصنع النفس، دا يصنع نفس سجينية ملوثة. النفس السجينية وين مكانها؟ مكانها سجين. إذا واحد جاهل، واحد درس في الجامعة، جد، اجتهد، صنع ذاته، كون ذاته، وين تخلوه؟ تخلوه طبيب، هذا مكانه، هذا موقعه. تخلوه مهندس، تخلوه مدير لمعمل. أما إذا واحد ذاته كانت ذات جهل، وين تخلوه؟ تخلوه مدير للجامعة؟ مو ممكن، هذا مو مناسب لهذا المقام. هذه النفس لا تنسجم مع هذا المقام، ولذلك يجب أن يعمل عملاً متواضعاً إلى آخر عمره. هذه الكمالات المعنوية، الكمالات العلمية والكمالات العملية هي التي تصنع مقام الإنسان. وما منا إلا له مقام معلوم. هذا كلام الملائكة. كيف يتكون مقام الملائكة؟ إشلون الملائكة إلهم درجات متفاوتة؟ إشلون عندنا في المقامات الملائكية جبرائيل؟ عندنا مقام الروح، الروح أعظم الملائكة، لذلك الروح في صف والملائكة في صف، هذا مقام. وهنالك مقام فطرس الذي عصى الله سبحانه وتعالى معصية في عرف الملائكة، يعني ترك الأولى، فسجنه الله سبحانه وتعالى وطرده إلى أن عفى الله سبحانه وتعالى عنه ببركة سيدنا ومولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا مقام وذلك مقام. احنا الآن ما نتكلم في مقامات الملائكة، احنا نتكلم في مقاماتنا احنا البشر. مقاماتنا نحن البشر في الآخرة تصنعها كمالاتنا العلمية وكمالاتنا العملية. كلما واحد تمكن يزداد في كمالاته العلمية والعملية فمقامه أعلى عند الله. لذلك في الآية الكريمة أكو فلأنفسهم يمهدون. أنت إذا عملت صالحاً أنت لنفسك تعمل، ماذا تعمل لواحد آخر؟ أما بقية الأشياء، الزوجة والقصر والمال وكل هذه الأشياء، فكلها سراب كاذب. والإنسان يفهم أنها كلها كانت سراباً في تلك اللحظات. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتجول، ما كان عنده مكان، طبعا حياة متعبة،
واحد ما عنده بيت يعني يعيش في تعب، واحد ما عنده زوجة يعني يعيش في تعب، وين يعيش؟ الظهر وين يروح؟ بالليل وين ينام؟ حياة جدا متعبة. كان يتجول. في يوم من الأيام السماء أخذت تمطر. السماء عندما تمطر كل واحد يروح إلى بيته، هذا شيء واضح. عيسى صلوات الله عليه أخذ ينظر من هنا إلى هنالك، ما إلى مأوى، ما إلى بيت، ففكر في أن يذهب إلى مغارة في جبل، رأى من بعيد جبل وفيه مغارة صغيرة، فاتجه نحو تلك المغارة. اجى إلى تلك المغارة وأراد أن يدخل، وإذا به يرى وحشا من الوحوش، أسد أو نمر أو أي شيء من هذا القبيل في تلك المغارة، وقد أخذ المغارة بكلها. تأثر عيسى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا الله، جعلت لكل شيء مأوى، كل شيء عنده مأوى، الناس عندهم مأوى، الناس عندهم بيوت، عندهم زوجة، وحتى جعلت للوحوش مأوى. هذا الوحش دخل في هذه المغارة، ولم تجعل لابن مريم مأوى، ما عندي مأوى. الله سبحانه وتعالى أوحى له: يا عيسى، مأواك في كنفي في يوم القيامة، هذا هو مأواك، وأنعم به من مأوى يوم لا ظل إلا ظله. في هذه الدنيا ما كانت لك زوجة، وإني مزوجك في الجنة زواجا يحضره جميع الخلائق من الأولين والآخرين، وتستمر الحفلات 4000 عام، هذا هو مأواك. عيسى صلوات الله عليه هذا كان وضعه، هذه كانت حياته إلى أن توفي، إلى أن توفاه الله، يعني رفعه الله. في يوم من الأيام صاحب البحار رحمة الله عليه ينقل هذه القضية، يقول: في يوم من الأيام كان يمشي مع حواريه في الصحراء، فوصلوا قرب مدينة، الحواريين شافوا هنالك كنز خارج المدينة، فقالوا لعيسى: احنا ناخذ هذا الكنز. قال لهم: خذوا هذا الكنز، ولكن انا اذهب الى داخل المدينة، كنزي في داخل المدينة، انا هناك اكو كنز اخر، اذهب واتي بذلك الكنز. ذهب، وصل الى خربة، دخل في الخربة، رأى فيها عجوز وابنها، الأب ميت والابن والأم باقية. إجا قعد مع الابن، فرأى أن الابن يحمل في داخله هماً دفينا. أكو بعض الأفراد واحد يقعد وياهم يشوف ما عندهم انطلاق، مثل واحد متألم من شيء، واحد عنده حزن، حركاته سكناته تكشف عن ذلك الحزن. طبعا هذا منهي عنه من الناحية الشرعية، المؤمن دائما يجب أن يكون متبسما، حتى إذا هموم الجبال على قلبك، ولكن عندما تدخل في بيتك أدخل بوجه ضاحك، لا تحمل أهلك وعائلتك همومك، خليهم بمنأى عن همومك، لا تحمل أصدقائك همومك، إذا عندك هم أدفنه في قلبك. المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه.
هذه طبيعة المؤمن. المؤمن حزين دائما، خائف دائما، ولكن دائما مستبشر. هذا الشاب إلى حزن ظاهر، قال له شنو عندك أنت؟ قال في الواقع أنا أذهب إلى الصحراء وأجيب شوك، أبيع هذا الشوك وأتعيش أنا وأمي. في يوم من الأيام مررت على قصر الملك فرأيت بنت الملك، وهذه القضية تؤرقني، أريد الزواج ببنت الملك ولكن ماكو طريق. هذا الهم ما إلى علاج إلا الموت. عيسى صلوات الله عليه قال أنا أدبر لك القضية، أنت بكرة روح إلى الملك واخطب بنته وقل له ما هو المهر، أنا آتي لك بالمهر. راح بكرة إلى الملك، دخل على الملك، خطب بنته. الملك كان مؤدب، قال له ما يخالف ولكن بشرط أن تأتينا بالجواهر بهذه الكمية، كذا من الجواهر اللي لا يوجد. جاء إلى عيسى، عيسى حول له الحجارة إلى جوهر. هذا مو بعيد، لأن الله تعالى من اللي خلق هاي الجواهر؟ الله. ما المانع أن الله تعالى يعطي القدرة لأحد أوليائه؟ ما يحتاج أن يكون نبي، حتى ولي من الأولياء. حولها، ذهب بها إلى الملك. الملك طلب المزيد، جاء وأعطاه المزيد. الملك اختلى بالشاب، قال له شنو قضيتك؟ هذه المجوهرات من أين جئت بها؟ فشرح له الموضوع، أنه جاي رجل تبدو عليه سيماء الصالحين، وهو الذي توسط لي في هذا الموضوع. قال له جيب ذلك الرجل. جاء بذلك الرجل، رآه عيسى صلوات الله عليه، قال ما عندي مانع. زوج في تلك الليلة بنته لمن؟ لهذا الرجل الحطاب. بكرة قعد ويا الشاب صهرة، حكى وياه، شاف لا رجل عاقل فاهم، فجعله وليا لعهده. في الليلة الثانية مات الملك، من صار الملك؟ ذلك الحطاب. زوج بنت الملك تحول إلى ملك. في اليوم الثالث جاء عيسى لكي يودع الحطاب الملك. قال له الحطاب أنت هواي لك فضل علي، ولكن البارحة خطر في بالي شيء، هذا دا يأرقني. أنت اللي عندك هذه القدرة الكونية، ليش أنت لا تكون الملك؟ ليش تعيش هذه الحياة، حياة التشريد وحياة الحرمان؟ قال في الواقع إن العارف بالله وبالدار الآخرة والعارف بهذه الدنيا لا ينظر إلى هذه الدنيا. إحنا اللي نهتم بهذه الدنيا، في الأحاديث إن الله منذ أن خلق الدنيا لم ينظر إليها طرفة عين. مثل فتشي ما يعجبك ما تباوعه، الله لم ينظر إلى الدنيا من ابتداء خلقها إلى انتهائها، لأن لا تسوى عند الله مقدار جناح بعوضة. اللي يعرف الله ويعرف تلك الدار ويعرف هذه الدار لا يهتم بهذه الدار. وإن لنا، عيسى يقول، في الأنس بالله والقرب إلى الله وما أعده الله لنا في تلك الدار غنى عن هذه الدار. قال الشاب الملك إذا القضية هالشكل فأنا معك أيضا. في منتصف الليل ترك كل شيء،
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. لأن الإنسان يخسر كل شيء ولا يحصل على أي شيء، هذه هي الدنيا. ترك وجاء مع عيسى، عيسى وصل إلى أصحابه وقال هذا هو الكنز الذي وعدتكم به، هذا هو الكنز. الحقيقة الإنسان يجب أن يعلم، يجب أن ينتبه قبل أن يفتح عينه حيث لا ينفع الندم. كل هذه الأشياء لن تنفعنا بمقدار بعوضة عندما نغمض عيوننا. أقرب المقربين إلينا لن ينفعنا أي شيء إذا ما يتحول إلى عدو لنا، لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الإنسان ما دام في هذه الحياة يجب أن ينتبه ويستكثر من تلك الكمالات التي هي الواجدية الحقيقية. الجد رحمة الله تعالى عليه عندما كان في أيام شباب طالب، الأصدقاء كانوا أيام الجمعة يذهبون إلى خارج المدينة للترفيه، كانوا يضغطون علي أنه تعال ويانا، ما كان يقبل، كان يقول لا أنا عندي شغل وما أجي. ابن عمه يشك أنه شنو عنده هذا السيد مهدي، شنو عنده، ليش ما يجي، لابد أنه أكو شيء وراء الستار. في يوم من الأيام يتعقبه، يوم الجمعة ما يطلع، يتعقبه يشوف أنه السيد مهدي لبس عباءته على رأسه حتى واحد لا يعرفه. كان المقدسين في النجف وكربلاء يعملون هذا العمل، العباءة يضعونها على عمامتهم حتى واحد لا يعرفهم، ويسير في طرق ملتوية فيزداد شكه أنه وين دا يروح هذا. يشوف يأتي إلى المقابر وينام بين القبور ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هذا كلامنا كلنا إحنا عندما نموت نقول رب ارجعوني، ويبكي ثم يقول قد أرجعناك فقم واستأنف العمل. هسه إحنا الآن ما دمنا في هذه النشأة يجب أن نغتنم الفرصة قبل أن نقول رب ارجعوني فيقول كلا إنها كلمة هو قائلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي